تواصل مبادرة 100 يوم صحة خدماتها الطبية في محافظة الوادي الجديد من خلال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بمراكز المحافظة، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للاطمئنان على صحتهم. وتضم الحملة العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية لتقديم خدمات طبية متعددة بهدف تحقيق تغطية طبية لكافة مراكز وقرى المحافظة، خاصة المناطق النائية للوصول لأكبر عدد من المواطنين. دهون، وبنقدم مبادرة صحة المرأة، كشف عن الكشف المبكر للسيدات لسرطان الثدي، ومبادرة الأم والجنين، وفي مبادرة المسح السمعي. تتضمن المبادرة مبادرة صحة المرأة للتوعية والكشف عن أمور من الثدي، مبادرة الكشف عن الاحتلال الكلوي والأمراض المزمنة مثل فحوصات السكر وضغط الدم والسكر التراكمي ومؤشر وقياس مؤشر كتلة الجسم وكذلك برضو التوعية للترديد المواطنين، برضو التوعية لهم، مبادرة كبار السن، برضو رعاية كبار السن سنهم فوق 65 عام. لها مردود جميل جدا 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 في الشارع المصري. لقينا حد يكشف علينا سكر تراكمي، لقينا حد يكشف سكر عشوائي، ضغط، بل بالعكس كمان اكتشفت أمراض عند بعض المواطنين. بعض المواطنين اكتشف انه عنده ضغط، بعض المواطنين اكتشف انه عنده سكر، بدا يعمل، هي المبادره النفسيه بدات تحوله كاحاله للمستشفيات، المستشفيات بتاخد دورها، او اذا كان هو عنده مقدره بيحول نفسه لعيادات خاصه. جيت بذل مجهود جدا من جماعه هنا مكتب الصحه، قاموا بالواجب، عملت احتلال كلوي، عملت سكر تراكمي، عملت سكر عشوائي، ولقيت ما شاء الله تبارك الله الناس هنا ما شاء الله يعني اليوم بيقوم باجمل وجه كتمريض كطبيب، مش ما شاء الله عليهم.